السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. الهجوم على السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي يثير دهشة أمريكية، وإلى التفاصيل. أثار استهداف قوات صنعاء سفينة إسرائيلية قرب جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي حالة من الدهشة لدى البحرية الأمريكية، كونه نفذ دون أسطول بحري أو أقمار صناعية، ومع ذلك حقق إصابة دقيقة. وقال مركز المعلومات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد بريس إن السفينة MSC أوريون تعرضت لهجوم في المحيط الهندي بسبب انتمائها الإسرائيلي، مضيفة أن السفينة التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي تديرها شركة زودياك ماري تايم، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. وأكدت أن الهجوم من اليمن على السفينة في المحيط الهندي يثير تساؤلات حول الكيفية التي تمكن بها اليمنيون من تنفيذ هجوم بحري على مسافة بعيدة على هدف متحرك دون امتلاكهم أسطول بحري أو أقمار صناعية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.